أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. حكومة السودان تؤكد سعيها لتغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة لاستقدام بعثة جديدة. وزارة الخارجية ترحب بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تمدد لنحو 10 ولايات. أهلا بكم. أكدت حكومة السودان أنها لا تسعى إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما تهدف لتغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد بالانتقال من الفصل السابع إلى الفصل السابع بالشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة بموجب الفصل السادس من ميثاقها المعني ببناء السلام وباحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم أن طلب السودان بإعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهل أو تنازل عن ملكيته لقراره الوطني، وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الاعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية بل لصالحها. وأكدت الوزارة حرصها على العمل مع المنظمة الدولية لضمان احترام القرار الوطني والأخذ بالرؤى والأولويات القومية أولا وثانيا وثالثا وأخيرا طوال عملية إعادة بناء الشراكة بين الطرفين. رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي الذي أضيفت له مادة خاصة بتجريم ختان الإناث. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلى وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية. وأكدت أن صدور القرار يمثل تطورا إيجابيا مهما ويأتي إنفاذا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية في الفصل الرابع عشر والخاص بالحقوق والحريات. وقالت إن وزارة الخارجية إذ ترحب بهذا القرار تؤكد ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلى وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، وتشيد بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي الممارسة وردعهم عنها والتمادي فيها. أطلقت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة نموذجا إلكترونيا لحصر عدد السودانيين العالقين في مصر وفقا لخطة وزارة الخارجية السودانية التي طالبت بحصر جميع العالقين، وذلك وفقا لتصنيفاتها لوضع خطة استراتيجية لإجلائهم إلى البلاد. وعلى ضوء ذلك طلبت السفارة من جميع مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في مصر ويرغبون في العودة الإسراع بملء التفاصيل الخاصة بهم في استمارة إلكترونية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات. سجلت الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم 33 حالة، الجزيرة 9 حالات، وفي غرب كردفان حالة واحدة. وبهذا ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالسودان إلى 318 حالة متضمنة 25 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات تراكميا حسب الولايات المتأثرة الخرطوم 289 حالة، الجزيرة 17 حالة، القضارف 3 حالات، نهر النيل 3 حالات. أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار وغرب كردفان فقد سجلت حالة واحدة لكل ولاية، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 10 ولايات، فيما تماثلت 10 حالات للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 31 حالة. أعلنت ولاية جنوب دارفور ظهور أول حالة اشتباه لمريض بالكورونا لمواطن يبلغ من العمر 22 سنة، تم وضعه في العزل وإرسال العينة للخرطوم في انتظار النتيجة. وأوضح المدير العام لوزارة الصحة محمد إدريس محمد في تصريحات صحفية بنيالة أنهم استقبلوا عددا من الحالات من قبل، لكن لم تصل إلى حالة الإصابة بالكورونا من خلال الفحوصات الأولية، وتم إلزامهم بالحجر المنزلي.
وقال إن ظهور بعض حالات إصابة في الولايات المجاورة مؤشر يضع الولاية في حالة حذر تلزم التشديد على الإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين من خطر الوباء. نيالا اليوم تسجل أول حالة اشتباه لفيروس كورونا لمريض عمره 22 سنة، وتم أخذ العينة حيث تدستر اليوم عبر طيران WFP. احنا منتظرينه حيوصل الساعة 3 ظهر إن شاء الله. المهم الناس تأخذ الحذر، تطبق كل المحاذير الصحية اللي قلناها قبل الحالة دي. بتجينا كان حالات على مدار 3 يوم ورابات أعراض بسيطة احنا التزمناهم بحجر منزلي، لكن الحالة دي يعني أعراض 7 ودي درجة عالية جدا. احنا دخلناهم مركز العز معه 2 مرافقينه برضو، هم كلهم طلعوا جوا من الخرطوم في يوم 15/3. واحد منه أعراضه درجة حرارة 38 والثاني درجة حرارة 37. ديل برضو أشرناهم بحجر منزلي. من جهته أكد مدير الطب الوقائي النذير حسين أن عددا من الإجراءات تم تطبيقها بالولاية لمنع الاختلاط والازدحام ومراقبة مداخل المدن والتعقيم المستمر، فضلا عن إغلاق الأسواق في أوقات محددة، بالإضافة لنشر وسائل إرشادية للمواطنين. رسالة بالنسبة لكل المواطنين الالتزام التام بالنسبة للتوجيهات التي تصدر من حكومة الولاية ومن وزارة الصحة والإرشادات الصحية، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية بصورة جادة جدا، والابتعاد عن الشائعات والرسائل الصالبة والرسائل التضمينية بعدم وجود المرض. فالمرض منتشر ده الواقع ان احنا عايشينه زي ما شايفين في الولايات المجاورة بالنسبة لنا، والمرض على مستوى السودان في الخرطوم وفي ولايات أخرى والولايات المجاورة لنا. فده بدي احتمال كبير جدا انه احتمال وجود الفيروس وسط المواطنين، لكن ما معروف لسه الأعراض ما ظهرت. وزي ما ذكر لكم هسه قبل شوية الحالة المشتبهة. بدأت بولاية القضارف إجراءات الإغلاق التام لجميع الولاية في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة جائحة كورونا في أعقاب ظهور أكثر من حالة مؤكدة بالولاية، وقد أبدى المواطنون التزاما كبيرا واتباعا للتوجيهات، مما ساعد السلطات في تنفيذ الإغلاق الشامل والذي يمتد لعشرة أيام قابلة للتمديد. في اليوم الأول من أيام الإغلاق العشرة التي حددتها السلطات هنا في ولاية القضارف، أدى الجميع التزاما صارما بالتوجيهات لضمان سلامتهم. استجابة واسعة لقرار الإغلاق يعكس مدى الوعي المجتمعي بخطورة الكورونا، فظهور حالات بالولاية استوجب هذا الإجراء، وهو ما بدا أن المواطن قد تفهمه جيدا. الإجراءات في القضارف والله يعني ماشية بصورة جميلة، وطبعا المجال ده يا جماعة لمصلحة المواطن من هذا المرض الفتاك أزاله الله عنا. فلذلك يعني كل السلطات في القضارف واقفة على قدم وساق، السلطات الصحية والسلطات الأمنية، فمنفذ القرار والمواطن استجاب لهذه القرارات. الخدمات تبقى السؤال الكبير لدى المواطن، وهنا تجيب السلطات المحلية بأنها قد وضعت من التدابير ما يوفر الخدمة وينهي معاناة المواطن. تم إغلاق السوق الكبير ما عدا الأسواق الفرعية، وكل احتياجات المواطن إن شاء الله سوف نلبيها له في أحياءه، وكذلك الأحياء في الأسواق الفرعية، وكذلك السوق الكبير اللي هو هنا عندنا سوق اللي بيمد البلاد حتى الدول المجاورة، اللي هو سوق الخضر والفاكهة. هذا برضو خلينا فاتح، لكن عملنا له بعض الترتيبات في أماكن أخرى عدم الازدحام، وكذلك رأينا بعض الناس اللي تأثروا بالسوق وإغلاق السوق اللي هم الناس أصحاب المهن اليدوية والحرفية، تم الترتيب لهم والصرف لهم أخواننا من ديوان الزكاة. الغرار الذي من المفترض أن يسري لمدة 10 أيام قابل للتمديد ينظر إليه البعض من زاوية ضغطه على الشرائح الضعيفة، وهذا الحظر بالرغم من إيجابياته الكبيرة كان ينبغي أنه يكون معه مجموعة من المعالجات، خاصة وأن الأوضاع
معيشية صعبة على المواطنين والموظفين وكل العاملين بالولاية. إلى الآن لم يتغاضوا مرتب الشهر المنصرم، وبالتالي كانوا في حوجة كبيرة للاستعداد لشهر رمضان، وتم قبل الأسواق السوق الرئيسية وتبقت البقالات والأسواق الفرعية. وهذه الدكاكين والبقالات بالأسواق الفرعية في الأحياء فيها تباين كبير في الأسعار، واستغل بعض التجار الجشع الكبير وزيادة الأسعار للمواطنين بصورة عاجلة مما سيرهق المواطنين. تفاعل كبير يعكس مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وما يمكن أن تحدثه من أثر موجب في ظل تمدد المرض وارتفاع حالات الإصابة. محمد الفاتح، الشروق، ولاة الجضارف. دشن والي الولاية الشمالية المكلف محمد الحسن السعوري سلة رمضان المعظم للعاملين بالولاية، وأكد أن سلة رمضان للعاملين ستساهم كثيرا في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين بمؤسسات الخدمة المدنية، وأشاد بجهود بنك النيل واللجنة العليا للسلة وكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ المشروع. وجدد الوالي استمرار جهود حكومة الولاية وتعاونها مع بعض الجهات والمؤسسات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بجانب مواصلة جهودها في تنشيط وتفعيل الجمعيات التعاونية. تم تمويل هذه السلة من إخوتنا في بنك النيل، الذين أنا أتخذ هذه السانحة لأشكر الأخ المدير العام لبنك النيل والأخ مدير بنك النيل فرع دنقلة، الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح هذه السلة، حيث تم تمويل هذه السلة بمبلغ 141 مليون حتى نتمكن من تسليمها للعاملين في وقت مناسب. الحمد لله في بعض المحليات استلمت، الآن نحن بصدد تسليم محلية دنقلة والمحليات الشمالية. العدد الإجمالي لهذه السلة 20,000 شوال سكر و 17,000 شوال دقيق و 14,000 جركانة زيت للمستفيدين من هذه المنحة. نحن نتعشم في أنه تكون هذه السلة سبب في يعني انفراج كبير لعمالنا وموظفينا في هذه المواد بالتحديد. باشرت حكومة ولاية نهر النيل تنفيذ مشروع السلة التعاونية الاستهلاكية المخفضة في نسخته الثانية بتكلفة مالية بلغت 200 مليون جنيه بشراكة ما بين وزارة المالية والاقتصاد بالولاية وديوان الزكاة بنهر النيل، وذلك عبر الجمعيات التعاونية بكافة المحليات. وقال والي ولاية نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين إن المشروع يجيء إنفاذا لحزمة السياسات والمعالجات الاقتصادية لامتصاص تداعيات الضائقة الاقتصادية في إطار تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين. وأكد أن التخفيض الكلي على السلع الاستهلاكية بلغ حوالي 80% مقارنة بسعر البيع بالأسواق العامة، ولفت إلى أن السلة الواحدة تشتمل على 6 مواد أساسية من احتياجات الحياة اليومية التي شكلت عبئا ثقيلا للمواطن بالتزامن مع التعقيدات الصحية ومهددات جائحة كورونا. نحن بندشن هذا المشروع في نسخته الثانية بشراكة يعني منتصفة بيننا وبين ديوان الزكاة الولائي بتكلفة تقارب 200 مليار. هذه الأشياء حتتوزع لكل مواطنينا بدءا من حجر العسل جنوبا حتى بيرتي شمالا، والسلة اللي نحن بنوزعها دي قيمتها 2,650,000، نحن هنوزعها ب 550. نسبة التخفيض تفوق 80%، وده حق أصيل بتاع المواطن. القروش دي قروش بتاعت الولاية وبتاعت الزكاة، ونحن جبناها لإنسان المواطن، ونحن في سلم اهتماماتنا وسلم أولوياتنا تخفيف العبء المعيشي على الناس. بعد الجمعيات دي ذاتها بنعمل لها نظام بتاع شراكة صناعية، دارين يشتروا مصنع بتاع شعيرية في الجمعية، ندعمهم عبر البنوك ونتعهد بالأقساط. أوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية غرب كردفان أمبدة محمد أمبدة أن حصة السكر لهذا العام تبلغ 23,000 جوال بتكلفة 71 مليون جنيه. وقال خلال تدشينه بداية العمل في مشروع دعم العاملين بالولاية إن المشروع يهدف لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين بالخدمة المدنية، وتوقع في هذا السياق وصول كميات مماثلة من الذرة. وصلت الآن الدفعة الأولى لسكر العاملين بولاية غرب كردفان، والتي تبلغ في عددها 23,000 جوال ممولة من أخواننا في بنك الادخار. تكلفة هذا التمويل 71 مليون، وذلك بغرض تخفيف المعيشة لأخواننا العاملين في ولاية غرب كردفان
في شهر رمضان المعظم، حيث تأتي في المرحلة الثانية أيضا مجموعة من الزرع، كذلك الهدف منه تخفيف المعيشة للعاملين. بل من جانبها أكدت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية غرب كردفان سعيها مع الجهات الرسمية لتوفير السلع الاستهلاكية الضرورية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لمواطني الولاية. وحنزع جاهدين مع حكومة هذه الولاية لتوفير كل السلع الاستراتيجية اللي حددتها وزارة التجارة، ونسأل الله التوفيق لأهلنا، وربنا يعني يتقبل منهم هذا الشهر ويرفع مننا الوباء، وباء كورونا، وربنا يحفظنا ويحفظ كل أهلنا بهذه الولاية إن شاء الله.